المهندس طارق شوقي عبد الملك، انا مدير عام المصنع شركه كونفيرت ايجيبت. شركه كونفيرت ايجيبت احنا من اوائل المصانع اللي ادخلت صناعه السيلوتيب في مصر، ودخلنا في حاجه جديده كمان النهارده اللي هو الستيكر، طباعه الستيكر، بالاضافه الى بعض الحاجات التكميليه الاخرى. احنا بقالنا 16 سنه، واحنا ابتدينا في 2005، كنا شغالين كويس، خطوط الانتاج كانت شغاله كويس، اضطرينا نزود خط انتاج تاني في 2010 2011، لكن بعد كده للاسف فوجئنا ان التكلفه بتاعتنا بقت اعلى من المستورد، بسبب ان في الدول المنافسه اللي هي الدوله الرئيسيه المنافسه لينا هي الصين، تكلفتهم لو انا استوردت منهم المنتج بتاعي بعد تصنيعه استوردته منهم جاهز بيقف عليا ارخص بحوالي 15%، ارخص ما اجيب مواد خام واشغل مصنعي واشغل 100 عامل. اضطرينا للاسف نخفض الطاقه الانتاجيه لخطوطنا ولعمالتنا، يعني دلوقتي الخط بيشتغل مش اكتر من 10% من الطاقه الانتاجيه، وبستورد بقية الكمية بضاعة جاهزة على التقطيع على طول. احنا كنا 5 مصانع في مصر، النهاردة ما فضلش الا 2، انا ومصنع زميل في العاشر. للأسف 3 مصانع التانيين وقفوا عن العمل ومش قادرين يشتغلوا ولا قادرين ينافسوا. انا النهاردة ما الصين بتدفع للمنتج اللي انا بنتجه دعم 17%، انا النهارده ازاي انافس؟ بالاضافه الى اني انا بدفع جمرك على المواد الخام بتاعتي 10%، بشتريه متصنع جاهز بدفع عليه 5%. قدمت طلبات ورحنا هيئه التنميه الصناعيه ورحنا عملوا لنا لجنه جمارك، قالوا لنا ما نقدرش نعمل حاجة في الجمارك عشان دي اتفاقيات دولية. أنا ما بقولش خفض جمارك علي، على منتجاتي، على مستلزمات إنتاجي، زود الجمارك على المنتج القادم من الخارج، زود الدخل للدولة. بالإضافة إن في مصانع ممكن تنتج المواد الخام بتاعتي في مصر، بس برضو للأسف موجودين في نفس المشكلة، مش قد ما هو تكلفته اعلى من ما انا بستورد الماده الخام من بره، بتطبيق بند جمركي على المنتج اللي جاي من بره عشان اقدر اشتغل واقدر انافس. انا عايز احمي صناعه، ان انا ال 17% اللي بيدفعوا للمنتج الصيني اللي بيتصدر يجي لنا هنا يطبقوا عليه في الجمرك، يدفعهم له في الجمرك. اخر حاجه قالوا لنا طب احنا هنحاول نرفع الجمرك بدل 5% ل 10%، ما برضه انا عندي 10% تانية هجيبها منين؟ ان انا يا ريس عشان تساعدنا لتطبيق ما تطلب به من توطين الصناعه المصريه وزيادتها وتشغيل عماله، انك انت احمينا من المنافس الرئيسي اللي بياخد دعم في دولته لما بيصدر منتجه لينا. انا النهارده في نقطه مهمه بقى، انا النهارده بدفع مرتبات للعامل الصيني، مش بدفع مرتبات للعامل المصري اللي قاعد عندي جوه ولا قادر ازود مرتبه ولا قادر ازود دخله. احنا بنشتغل النهارده عشان يا دوبك اغطي تكاليف ومرتبات العمال جوه. طب ما مش هقدر اكمل على كده، لو فضلت كده بعد شويه هقفل وانام في البيت.